فرسان يضال. طابت جراحة لأجل بلادي. أعزائي المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصة فارسنا في هذه الحلقة تمتد من الحالمة تعز، إذ شارك في العديد من الجبهات دفاعاً عن الحرية وعن الكرامة، حيث لا يزال يقاتل مع العديد من أفراد عائلته وأسرته الصابرة الصامدة رغم الشهداء والجرحى والتضحيات الكبيرة التي قدمتها عائلة هذا الفارس. واحد من أبطال الحالمة تعز وجدناه في جراح لا تزال تضمد، يسير بخطى حثيثة بانتظار أن يشفى حتى يعود لاستكمال تحرير الوطن. قاتل فارسنا إلى جوار قائد المقاومة في تعز الشيخ حمود المخلافي، قدمت عائلته المفعمة بالوطن حد الشهادة أكثر من 12 شهيدا وجريحا، منهم هذا الفارس الذي يرأس حاليا رابطة البناء لمعاقي الجيش الوطني والمقاومة الشعبية. حدثني عن أحلامه وتطلعاته أن يرى هؤلاء الجرحى الأبطال وقد عادوا لممارسة حياتهم واندمجوا في المجتمع اليمني للقيام بدورهم الاجتماعي والتنموي بعد حسم معركة تحرير اليمن مع ميليشيا الحوثي الانقلابية التي اختطفت الدولة وأجهضت أحلام اليمنيين الذين يستعيدونها اليوم في مختلف جبهات تحرير اليمن. ومنهم هذا الفارس الذي حدثني عن تضحيات الأبطال في تعز الذين قدموا قوافلا من الشهداء والجرحى. حدثني هذا الفارس عن جراحاته التي أصيب بها، ولكل جرح قصة تعود به إلى مفتتح نضاله ضد ميليشيات أرادت أن تعيق حركة الإبداع والحرية في تعز، لأن هذه الميليشيات دأبت على البقاء في كهوف الأبدية تستجر قيم التخلف والانحطاط والاستبداد. وها هو جيل يمني يعزز رفضه لقوى الماضي السحيق بكل هذه التضحية والصمود. اسمي عبد الله هاد ملك السبعي، تعز مديرية المسراح، عزلة مسفر، العمر 35 سنة، متزوج وعندي 5 أطفال، 3 أولاد و2 بنات. أحمل مؤهل شرع وقانون وكمان علوم إدارية. عندي ترقية لرتبة نقيب من الجهة المختصة. واجي الآن قدمنا من بيتنا ما يقارب 300 شهيد من الأسرة كامل و12 شهيد من بيتي من البيت التي نحن فيها. أعزائي المشاهدين الكرام، فارسنا في هذه الحلقة واحد من أبناء محافظة تعز، أحد فرسان الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، عبد الإله يحيى السبعي الذي قدمت أسرته 12 شهيدا في معارك تحرير محافظة تعز. عبد الإله يحيى السبعي، أهلا وسهلا بك، وأنتم قدمتم الكثير من التضحيات سواء كانت عائلتك أو عشيرة آل السبعي عموما التي قدمت المئات من قرابة 300 شهيد وجريح من آل السبعي، بعضهم قيادات عسكرية والبعض قيادات ميدانية والبعض جنود قاتلوا في مختلف جبهات الدفاع عن الوطن، ليس في تعز وحدها ولكن في مختلف الدفاع عن اليمن. ما الذي دفعك إلى الحملة البندقية والقتال ضد هذه الميليشيات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والله عندما يعني أتى الانقلابيون إلى محافظة تعز في بداية يعني الهجوم الذي شنه على اليمن تمام، وكان هناك في تواطؤ من قبل يعني الجبناء والخونة والمتمصلحين وغيره، فحاولوا إنه إيش اقتحموا محافظة تعز بجميع مديرياتها، ولم أحد يعني يتحرك له ساكن سوى الشيخ حمود سعيد المخلافي ربنا يعطيه العافية. فكان أول الناس من يحمل النخوة والإنسانية والضمير تمام، فدعا إلى جميع رجال وأبطال أبناء تعز المقاتلين إلى أن
يقاوموا هذه العصابة الكهنوتية التي احتلت وقد يعني واجهنا فيها وخالفت الدين والأرض والكرامة وهددت الوطن في الأخير وهددت الوطن والمنتركات. نعم. إذا ما تحدثنا عن البدايات الأولى لتشكيل المقاومة الشعبية، ما هي ظروف التشكيل؟ كيف كانت بدايات انطلاقة المقاومة الشعبية خاصة تعز؟ هي مهد الثورة وهي أيضا مهد المقاومة، إذا انطلقت أولى هذه المعارك من بعد 11 من 2011 من فبراير، بدأ الانقلابيون يخططون لتعز وللقضاء على روحها المفعمة بالحرية والاستقلال والكرامة والوطنية والأدب والشعر والفن عن تعز معروف يعني. فأراد النظام السابق وأيضا الانقلابيون يعني طمس معالم هذه المحافظة بإنسانها الحر. كيف تشكلت البداية الأولى للمقاومة وأنتم أحد المؤسسين والمنطلقين والمشاركين مع قائد المقاومة حينها؟ والله كان حين ذاك عندما غاب الضمير والنخوة عند البعض، فكان للشيخ حمد السعيد المخلافي يعني مواقف يعني وضمير إنساني حي استدعى فيها كافة المجاهدين للتحرير لمقاومة هؤلاء الانقلابيين، فلبينا النداء، فكنا نحن أول الناس من استجابوا لندائه والوقوف معه، فاجتمع كثيرا من المجاهدين الشباب الأحرار الذين كانوا في المعسكرات وغيرها من أبناء المحافظة ومن شباب ثورة 11 فبراير أيضا شاركوا معكم. نعم. فتم منحنا الثقة بشكل كامل وتم تعيين شهدانا وكثير من البعض في جميع المواقع الأمامية لصفوف القتال في الجبهات، وكان بجهود ذاتية، فكان كل الشباب مخلصين يحملون ضمير ومبادئ وروح القتال متمنين الشهادة يعني. نعم. لا يسعون وراء مصالح ولا مكاتب ولا غيرها. نعم. فقاتلوا بقلوبهم. نعم. قاتلوا بقوات إيمانهم وقلوبهم بس. كان لديهم يعني عقيدة قتالية. أيوة. فكان السلاح الذي يمتلكونه لا يساوي السلاح الذي يمتلكه العدو. وكان البعض منهم لا يوجد لديه سلاح كمان كافي هذا السلاح، ولا يوجد لديه يعني ذخيرة وغيرها. نعم طبعا عرف عن تعز بأن شباب في البداية يعني. نعم عرف عنهم أنهم مقاتلو كلاشينكوف وأصحاب المقاطب، وكنا نشاهد الصور وهم يقاتلون حفاة يعني. أيوة. وكانت هذه النقطة المؤثرة عندما نزل وصل الحوثيون لتعز وقالوا أبناء تعز هم أصحاب البناطيل يعني. فمما أثار أبناء تعز على أساس أنه تعريفهم بهذه من هم أصحاب البناطيل، من هم الرجال، من هم المقاتلين. فكان يعني زاد النخوة، زاد الروح المعنوية لدى المقاتلين أكثر. إذا ما تحدثنا عن الانطلاقة الأولى أخي عبد الإله للمقاومة الشعبية في مدينة تعز، طبعا هي بدأت داخل المدينة عندما حاول الحوثيون تطويق المدينة المختلفة الاتجاهات، كيف بدأت المعارك الأولى التي أنت شاركت فيها وشاركت فيها آل السبعي وأبناء تعز عموما؟ والله كانت ذاك حين ذاك عندما كان الشيخ حمد سعيد المخلافي قد يعني نوى إلى مواجهة هؤلاء الانقلابيين، فرتب يعني مجموعة من الشباب كلهم في جبهة يعني بهم كجنود يعني، بس الواحد في مقام يعني كقائد ميداني يعني لواء. نعم. أو قائد يعني ما يقوم الآن. نعم. كان الواحد يعني يقوم بمقام يعني من هؤلاء، فكان يعتمد على ثقتهم وأمانتهم وهم إيش يتبادلون نفس الشعور يعني. فكان يعني سلم لهم الجبهات تمام، ابدا انه احد يرجع للخلف ولا انه يستسلم ولا انه يخون كده بكل ثقه وطلاقه وامانه. نعم. فكان يعني في تبادل حب ما بين القائد والجنود، فكان هذا من الجنود قاده ميدانيين في هذه الجبهات،
نحن كان يعني من أسرتنا من قارب 6 أو 7 قادة اللي هم أخوان الشهداء ونحن. كم عدد إخوانك الشهداء؟ أنا إخواني 3 وإيه الأخي ذاك 3 وأخي الثاني 3 وأخي الثاني. قدموا من أولادهم؟ أولادهم. ومن إخوانك كم بالضبط؟ إخواني 3. يا الله. بعد ذلك كيف دارت المعارك في البداية الأولى؟ يعني تم يعني تشكيل يعني حزام كتائب وحزام أمني وتم توليرهم على يعني مواقع يعني وحدات أو أماكن وتم يعني تصفية هؤلاء الانقلابيين من هذه الأماكن وبدأت يعني من منطقة إلى أخرى وتم إيش فكان كل ما تم تحرير هذه المنطقة انتقلوا من الحياة الأخرى وتم تحرير 2 تعز ذاك المرة يعني عندما كان بقيادة الشيخ خميس أيضا المثلاثي وشهدانا الأبطال وإلى حدث الآن لم يتم تحرير الثلث الآخر حتى هذه اللحظة عندما وجد هذه العزيز. نعم بعد ذلك طبعا الشيخ حمود قاتل في كثير من جبهات تعز وكان له الفضل بعد الله سبحانه وتعالى وصمود الأبطال عموما في تحرير أجزاء واسعة من مدينة تعز 60 وغيرها من هذه المناطق. بعد ذلك إلى أين وصلت المعارك؟ والله يعني بدأت في يعني بجميع مناطق تعز يعني بجميع داخل المدينة وكانت في الدحي وكلابة والضباب والضباب والربيعي والعروس وهناك كان أخي القائد الشهيد عبد الحكيم السبعي هو من نصبه الشيخ حمود هناك قائدا لجبهة العروس والشيخ عبد الله سيد السبعي الذي كان القائد الأول لجبهة كلابة ومحمد والشهيد محمد عبد الله السبعي قائد في الدحي وكمان الشهيد عزيز عبد الله السبعي اليوم ابن أخي هناك فكان يعني كل يعني شخص معين في موقع وتم يعني مواجهة الانقلابيين بكل إخلاص وثبات ونال الشهداء يعني كل واحد يعني ليه الآخر دون تراجع دون إيش رجوع فكان الأول من قتل من بيتنا عزيز عبد الله يحيى السبعي ولم أحد من الآخرين نحن وأهلنا الشهداء أنه ينسحب ولا يعود للبيت حتى في أثناء دفنه. يا الله. تمام. بقوا يعني مرابطين في ميادينهم. كانوا مؤمنين بالله ومقاومتهم ضد هؤلاء الانقلابيين. نعم وحباً في الوطن. وحباً في الوطن. ما الذي تستذكره من مآثر هؤلاء الشهداء من بعض تصريحاتهم أحاديثهم ما الذي كان يقول أهله أمهاتهم لهم يعني من أحاديث ما الذي كان يدور لهؤلاء الشهداء قبل أن يستشهدوا لأنه لن ينال الشهادة إلا من اصطفاه الله شهيدا ويكون قد أشر على القلب إما بحديث أو بكلام أو بسلوك معين منضبط للمقاومة للجهاد للقتال للثبات للتضحية ما الذي كان يقوله هؤلاء الشهداء؟ والله كان يعني الشهداء يعني ناس يعني مش كبار في السن تمام فكانوا الأمهات جميعا يعني تحن على ابنها لا تروح شطورة إلا أبدا أنه إيش يا لم يعني يفضل أنه هذا الدفاع عن الوطن أفضل من ذلك وكان الكثير من الشباب الذين أعرفهم حين ذاك أنه لا يمتلكون سلاح ولا ذخيرة فكان والله أنه يأخذ يعني سلوس مرته وأخته وحاول أنه يروح يرهنوا أو يبيعوا على أساس يوفر له ذخيرة وسلاح يدافع عن الوطن. نعم ووجدنا صراحة أكثر من أشخاص من أبناء تعز في حتى هنا في جبهة مأرب وجدنا لماذا أتيتم إلى مأرب يقول لك لا يوجد لدينا سلاح في تعز وفعلا بسبب الكثافة السكانية في تعز طبعا هناك مقاتلين جسورين ولا يمتلكون السلاح فاضطروا إلى أن يتوزعوا في العديد من الجبهات في جبهات ميدي في حرب في صرواح في مناطق جبل يعني فرض التهم في الكثير من مناطق جبهات الدفاع عن اليمن تعز تحمل ثروة بشرية كبيرة جدا و
كل الناس يراهنون على تعز بالرغم انها لها محاصرة الان اكثر من 4 أو 5 سنوات من الداخل ومن الخارج، وان شاء الله انه يعني تنحل هذه وانه توحد الصفوف وانه يعني يتم تحرير بقية تعز. عبد الله، اذا ما تحدثنا على اهم المعارك التي خطها انت في تعز، اي كيف كانت هذه المعارك؟ كيف كانت مشاركتك فيها؟ كانت معارك يعني فيها استبسال يعني قوة قتال يعني، يعني ما تتوقعش انه فيها يعني نجاح تمام، ولا احد يخشى انه يعني باقي انه خاف من موت او من غيره. خلاص الواحد اعتمد على الله وتوكلنا في دفاع هذا الوطن، وكان الموضوع كانه لا شيء يعني تمام. الروح المعنويه القتاليه قويه والايمان يعني بامتياز، ونحن نخوض دفاعا عن ديننا وارضنا ووطننا. اذا ما تحدثنا عن اهم المعارك التي لا تزال تستذكرها حتى هذه اللحظه ويعني اثرت فيك، واذا طلب منك ان تؤرخها يمكن ان تكتبها، يعني ما زالت يعني احداثها القتاليه يعني عالقه في مديرية المسرح. ما الذي حدث؟ والله مديرية المسرح أكثر من مديرية المسرح يعني بالرغم أنه فيها أكثر من 200 زال لأزالة السبعي، ويعني كلهم تعيش أسرهم أكثر من 3 أو 4 أزالة السبعي، فمعظمهم مشايخ وناس كبار كانوا في الدولة سبعي، استطاعوا يعني بعملهم غير إنساني أنه يسمحوا للحوثيين بالدخول. اسمهم وكانت تعز محاصرة يعني من جميع مداخلها ما عدا هذا المدخل الذي هو من المسرخ يأتي من جهة التربة. نعم تتواجد يعني في مراكز الوفود. ما فيش إلا أي مدخل يعني يسمح له بالدخول، يعبر لها أي مواد صحية و يعني إنسانية وغلية. إلا هذا المنفذ الذي تمكن فيه الحوثيين من التسلل بسبب وجود خيانات من بعض مراكز النفود. رح نتحدث عن المعارك التي خطها أخي عبد الإله في هذه المناطق، إضافة إلى قصة جراحك وإصابتك الأولى والثانية والكثير من أيضا قصص الشهداء والجرحى، لكن أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل. فرسان إن الجراح اليوم أوسمة لهم بالفخر قد كتمت على الأجساد طابت جراحة لأجل فرسان إضاءة. عدنا إليكم أعزائي المشاهدين مع فارسنا في هذه الحلقة عبد الإله يحيى السبي. عبد الإله، كنا نتحدث عن المعارك ما بعد مدينة تعز والتي لا تزال بعضها تدور إلى حتى هذه اللحظة، رغم طبعا فارق الإمكانيات بين الجيش داخل تعز ومحور تعز والألوية، رغم شحة الإمكانيات إلا أنها لا تزال تتقدم في الكثير من الجبهات وأحرزت تقدما كبيرا. ما هي أهم هذه المعارك التي تدور بعد معارك مدينة تعز؟ حدثت معارك أيضا خارج مدينة تعز في إطار المحافظة والمديريات، ما هي أهم هذه المعارك؟ أهم معارك معارك مديرية المسرح الذي كانت تعتبر المنفذ الوحيد والمدخل الوحيد للموارد الغذائية والإنسانية للمحافظة بعد أن أغلقت جميع المداخل من قبل الحوثيين، فكان هناك دخل الحوثيون للصراخ بمساعدة يعني آخرين من أبناء المنطقة، منهم من لهم يعني ليس لديهم نخوة ولا ضمير ولا إنسانية ولا خائنون يعني خائنون، فسمح لهؤلاء الانقلابيين أن يحتلوا هذه المنطقة بعيدا عن الأرض والقرابة والكرامة. نعم، وأشد ما يؤلم المرء الطعن من الخلف يعني. وكان في ذلك الوقت شبابنا متوزعين في محافظة تعز في الجبهات، كان لا يوجد في مديرية أحد يعني. أحد يعني. تمام. وتم يعني احتلال المنطقة بشكل كامل وقطع الطريق والمنفذ، ولم يستطع أحد يش بقوا الناس ثابتين في منازلهم بقرابه اسبوع او اسبوعين محاصرين كذا. فتم استدعاء الشباب الذين في الجبهات من ابناء المديريه ومن ضمنهم القائد الشهيد عبد الله السبعي، بينما قد كان قتل الاخ محمد اخي السبعي الذي كان الذراع الايمن لعبد الله السبعي في جبهه كلابه،
والآخر الحكيم السبعي قد قتل في جبهة العروس في جبهة صبير الذي والذي تم يعني تلقيبه بقشيبي صبير. ما هو سبب التسمية؟ سبب التسمية كان كان الرجل بصموده كصمود يعني قادة الأبطال السابقين الذي هو حميد القشيبي داخل المسرخ. داخل المسرخ. ما الذي حدث يعني كيف تم حصاره كيف تم استشهاده؟ هو يعني تم تعيينه من قبل الشيخ حمد سعيد المخلافي والشيخ عارف جامل في صبير المهدم بعد ان كان الفارس الاول في منطقه تعز. اذا مثلا كان في تعز مهمته هذا الشهيد القائد الحكيم يعني يفك اي حصار ولا اي شيء على اي جبهه ولا مقاومه يتصرفه يفك عليهم اي حصار. هو كان يشتغل بازوكا وربيجي هذا كان يستدعوه يقول مهم يطير بأله لأي جبهة يستدعو عبد الحكيم يعني ايوه. فتم يعني كان جبهة العروس هذا عجزوا معظم الذي تم توديهم هناك بتحريره. وعندما هو كان رجل مقاتل يعني مقدام ما هو ما يرجع وراء وهو قاتل في صعدة ستة حروب يعني يا الله. فكان رحمة الله عليه الرجل المقاتل سندي وتم يعني تسليمه اسمه جبهة العروس وتم تحريرها واستمر بالقتال أكثر من أسبوعين وثلاثة داخل يعني هناك. ولكن يعني تم بإشارة من الأعلى وتم استشهد من قبل الحوثيين بسبب خيانة يعني. تمام. كيف تم خيانته ولا ما الذي حدث؟ ولا هو كان في مدرسه بماسك بالمعدل يعني يضرب على مسافة بعيدة وتم يعني غدره في بالمجموعة يعني تمام أو قتله بفوق منارة قرية بدون ما شعر ولا أعرف من بعد عناصر الميليشيات ضربوا في الرأس واستشهد عليه رحمة الله. بعد ذلك إلى أين اتجهتم في القتال؟ بعد ذلك استمرت المعركة يعني حوالي كل شهر وشهرين في تعز وثم إيش انتقلت إلى مديرية المسرخ تمام. وقبل أن تكون في المسرخ كان هناك في قبيلة في تعز اسمها قبيلة بني البنيد كانوا هم الوحيدين في تعز الذي إيش يعني يا مع هؤلاء الحوثيين يعني ليس من أبناء تعز ولكن انا في هذاك الموقف تم ايش اللقاء واثناء المعارك التي دارت اصبت في اذا بتحدثنا عن الاصابه اين اصبت وكيف كانت اصابتك؟ والله اثناء المواجهات في جبهه ابناء البنيد وقعت في اصابه في قدمي. هذه الاصابه الاخيره ايوه تمام. وبعدها بأسبوع انتقلت فكت جبهة في جبهة المسرخ تمام. ويعني وبقت حوالي أكثر من شهر أو شهر ونص معارك يعني لم تتخيلها الصورة يعني. رغم فارغ الإمكانيات والتسليح بينكم إذا ما تحدثنا عن الرسالة تود قولها للجرحى ما هي الرسالة تود قولها للجرحى وأيضا للمواطنين الذين لا يزالون تحت سيطرة الميليشيات؟ أتمنى لكل الجرحى الشفاء العاجل وندعو القيادة السياسية أن تكون على قدر المسؤولية وأن يعني تهتم بالجرحى وأن يعني توفر لهم كل الإمكانيات والخدمات الصحية والرعاية التعليمية وإلى غيرها. ونحن إن شاء الله قد أنشأنا رابطة معاقل الجيش تضم 3-4 مناطق عسكرية وأنا توليت رئاستها ونتمنى أن نتفوق وأن تنجح أهدافنا الذي وضعناها في خدمة هؤلاء المعاقين إن شاء الله وتحقق النصر لليمن ولهويته وكرامته بإذن الله تعالى وتكلل جهودكم ونضالكم بالانتصار لليمن على هذه الميليشيات وعلى هذا الجرب الذي حل باليمنيين وسيشفى الوطن إن شاء الله رغم كل الجراح التي لحقت بكم
فجراحكم هي بلسم لجرح الكبير، جرح الوطن التي أصيب به هذه الميليشيات. عبد الإله أنا أشكر لك، عبد الإله أنا أشكر لك طبعا هذه المسيرة النضالية، وأشكر لعائلتك ورحمة الله على شهدائهم وكافة شهداء اليمن والشفاء للجرحى. شكرا جزيلا لك. هكذا إذن هم جرح الجيش الوطني والمقاومة الشعبية يقدمون المزيد من التضحيات. عاد الكثير منهم إلى الجبهات، ومن ضمنهم هذا الفارس الذي قال بأن جراحه ستشفى وسيعود إلى جبهة تحرير ما تبقى من الحالمة تعز. إلى أن ألقاكم أعزائي المشاهدين مع فارس آخر من فرسان النضال، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم ودام الوطن بألف خير. ناداهم الوطن الحبيب فأسرعوا، قالوا فداك الروح حين تنادي. كانوا له ذرعا ليسلم قلبه من أن يصاب بخنجر الأوغاد. إن الجراح اليوم أوسمة لهم، بالفخر قد كتمت على الأجساد. فرسان النضال قولهم طابت جراحة لأجل بلاد.